هناك ما يقارب أكثر من 300 مرض للروماتيزم، ورغم أن السبب الرئيسي غير معروف، إلا أن دراسات أثبتت أن هناك عوامل وراثية وبيئية تهيئ لظهور أمراض الروماتيزم. أحسن رياضة الواحد ممكن يسويها هي السباحة، لأنها تحرك مفاصل الجسم كلها وتنشط من الدورة الدموية. إذا ما قدرنا أن احنا نسبح، أي رياضة احنا ممكن نسويها. الإيروبيك زينة. في الدوام لما نقعد على المكتب لازم القعدة تكون صحية. أولا الواحد يكون مقابل لشاشة الكمبيوتر، ما يكون رأسه نازل ولا يكون رأسه صاعد، أو مثلا لما يكتب حتى يحاول دائما أن رأسه يكون مستقيم بين فترة وفترة صاعد رأسا. الظهر لازم يكون مستقيم، ولازم يكون الظهر supported، يكون الفجوة هذه اللي هي بين الظهر وبين الكرسي لازم تكون متعبية. فحتى إذا ما كان الكرسي صحي ممكن إن نحط مثلا مخدة وراء الظهر عشان تسند الظهر. الريل لازم ما تكون مجفوسة وإحنا قاعدين فترة طويلة، نمد الريل كل ساعة، لازم ما تمر علينا ساعة كاملة وإحنا قاعدين على المكتب، كل ساعة حتى لو نمشي شوية ونرجع نقعد مرة ثانية عشان ما يتيبس الجسم. لما نستعمل الكمبيوتر تكون في باد تحت الإيد عشان تحمي الإيد وتحمي من البرشر اللي يكون على الطاولة، عشان نتجنب الضغط على العصب والتنمل والخدار اللي إحنا ممكن نعاني فيه أحياناً بالإيد بسبب الضغط على العصب.